مساء الخير، اهلا وسهلا بكم يا شباب، وفيديو جديد مع مستر اسلام فرج. النهارده هنحل كده بعض الاكسرسايزز على اومز لو. طبعا شرحنا اومز لو في ليكتشر نمبر 2، موجود عندكم على القناه، يا ريت اللي مشافهاش يشوفها. طيب، في بعض الاسئله جات لي بتقول لي يا مستر انت ليه بتشرح بالتفصيل قوي في الليكتشرز بتاعتك؟ لان بكل بساطه يا شباب النظام الجديد هي يعني نفس نوعيه الاسئله، هي مش هتختلف ولا حاجه. هي الفكره كلها ان الاسئله هتعتمد على الفهم بشكل كويس جدا، يعني انت لازم تبقى فاهم كل تفصيله في الليسن. اوكي، لازم تبقى فاهم كل الديتيلز اللي موجوده، لان ممكن ما يسالكش سؤال كامل اجابته انت عارفها، ممكن يسالك في نقطه واحده بس في السؤال او في الاجابه، يركز على نقطة واحدة ويسألك فيها. فعشان كده أنا بشرح بالتفصيل جامد في الليكتشرز بتاعتي، لازم تبقى فاهم كل بوينت، وفي كل سؤال هشرح لكم كل حاجة تقريبا في السؤال. تمام يا شباب؟ فريد زي ما قلنا، لو أنت لسه جديد في القناة تعمل لايك وسبسكرايب وتعمل شير مع الفيديو مع أصحابك عشان يقدروا يشوفوا الفيديوز ويستفادوا زيك. أوكي؟ طيب، ولو حد برضو عنده أي سؤال في الكومنتس يا شباب، أنا بقرأ الكومنتس وبرد عليها كلها. طيب نبدأ كده. أول سؤال بيقول لك هنا question number one: from the illustrated graph deduce يعني استنتج which of the two wires، يعني أي من السلكين A or B has the greater resistance and why. طيب إزاي نعرف الواير اللي عنده greater resistance؟ بكل بساطة نرجع أول حاجة للdefinition بتاع resistance. الريزيستنس كانت ايكوال ايه يا شباب؟ الريزيستنس كانت ايكوال الفولتج على الكرنت، الفولتج على الكرنت انتنستي، الفولتج على الكرنت ايه؟ انتنستي. طب بص كده للجراف ده، الفولتج على الواي اكسس والالكتريستي او الانتنستي او الكرنت انتنستي على الاكس اكسس، ات مينز ان السلوب بيكوال ايه؟ السلوب بتاعك ايكوال واي اوفر اكس او دلتا واي اوفر دلتا اكس، يبقى ال v اوفر i ايكوال السلوب. it means ان السلوب بروبورشنال مع الايه؟ بروبورشنال مع الريزيستنس. السلوب بروبورشنال مع الريزيستنس. طب هو السلوب في نفس الوقت بروبورشنال كمان مع ايه؟ مع الانجل، الانجل اوف انكلينيشن. كل ما الانجل increases السلوب بي increase. it means ان الانجل بروبورشنال مع الايه؟ مع الريزيستنس. عشان كده نقدر نقول في الحالة دي ان A عنده greater angle of inclination، الانجل دي كلها كده بتاعت A، بط الانجل بتاعت B بص هتبقى صغيرة الحتة دي بس. يعني مثلا let's say ان انجل A 60 degrees but angle B is 45، فاكيد A هيبقى عنده more ايه؟ more resistance. يبقى هتقول كده، يبقى الانسر بتاعت نمبر 1 هتقول A as it has greater slope يعني greater angle of inclination اللي هي الثيتا. So السلوب بقى equal tan theta اللي هي التان بتاع الانجل دي، التان بتاع الانجل دي هي السلوب، is higher او is great، is greater طبعا ايه than b، يبقى ايه it has a greater resistance. طيب تاني نقطة بيقول لك if both of the two wires A or B are made of the same material. يعني ايه made of the same material؟ يعني ال rho e equal rho e، resistivity equal resistivity for both wire، resistivity بتاع A equal resistivity بتاع A بتاع B، والاتنين عندهم the same length، يبقى L A equal L B. which of them has the larger cross sectional area and why. طيب بالراحة كده، فاكرين ال equation بتاعت ال R؟ فاكرينها؟ الار كانت ايكوال ايه؟
ال R كانت equal الرو في ال L على ايه؟ طيب انت قلت لي والله التو وايرز الرو بتاعتهم ثابته كونستنت ما اتغيرتش، واللينس كمان ايه كونستنت ما اتغيرش، يبقى ايه الحاجتين اللي بيتغيروا مع بعض؟ الارض دلوقتي، الارض دلوقتي اصبحت inversely proportional مع الايه، مع الاريا، يعني اللي عنده اريا كبيره عنده ار صغيره، واللي عنده اريا صغيره عنده ار كبيره. طب هنا بيقول لك مين اللي عنده اريا اكبر؟ اللي عنده اريا اكبر طالما علاقه inverse، اللي عنده اريا اكبر هيبقى عنده smaller resistance. يبقى the wire which it has larger cross sectional area it has a smaller ايه smaller resistance. So وبالتالي هنقول كده طبعا B has large cross sectional area, cross section area as resistance inversely proportional مع ايه؟ inversely proportional مع ال area. تمام، بس وبكده يبقى جاوبنا على question number 1. اوكي شباب، question number 2. طبعا question زي ده في جراف، فبالتالي لازم يبقى معاك جريد بيبر بالشكل ده عشان تقدر ترسم عليها الجرافز بتاعتك. حاول دايما الاسئله اللي فيها الجرافز ترسم، ما تحلش من التيبل عشان ممكن تطلع رونج انسرز يعني. طيب question number 2 says a wire 2 meters long. اوكي، يعني اللينس ال L equal 2 meter. دايما حاول تطلع الجيفنز بتاعتك كده على جنب وتعمل conversion لليونتس اللي هتتحول طبعا. فاللينس هنا 2 meters. اوكي، and the cross sectional area is 0.1 سنتيمتر سكويرد. طب هل ال SI units بتشتغل بالسنتيمتر سكويرد؟ لا، بالمتر سكويرد. طيب نعمل عشان نحول الاريا دي، هتقول ان الاريا 0.1، يا ترى هنقول تايمز كام هنا يا شباب؟ مبدئيا من سنتيمتر لمتر محتاجين نقول ايه، هنقول مالتيبليكيشن 10 باور نيجاتيف 2، وعندك سكوير يبقى 10 باور نيجاتيف 4، يبقى تقول 0.1. تعالوا كده نوضحها، 0.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 كده اصبحت متر ايه، متر سكوير. يا ريت لو حد مش فاهم التحويل قوي او الكونفرجن اوف يونتس، انا كنت منزل ليكتشر فيها الكونفرجن اوف يونتس دي، لو عايزينها اكتبوا لي في الكومنتس وهبعت لكم الايه، هبعت لكم لينك المحاضره موجوده على اليوتيوب. اوكي طيب، يبقى كده حولنا الاريا. بيقول لك is connected in a circuit to verify Ohm's law the following results are obtained. يعني انت عندك واير، الواير ده لريزيستنس معينه، الريزيستنس دي انت وصلتها في سيركت كده عشان تعمل اومز لو. طبعا انتوا عارفين شكل السيركت، مش محتاجين نرسمها صح ولا ايه؟ بيكون فيه باتري وبيكون فيه عندي سويتش، بيكون عندي ريوستات، وعندي كونستانت ريزيستنس اللي هي الواير بتاعي، وعندي طبعا اميتر، وعندي فولتميتر هنا كده. دي اوم سيركت او ذا سمبلست سيركت ايفر بتاعت اومز. اوكي طيب تعال بقى نرسم الكلام ده. بيقول لك هنا draw a graph، يعني ارسم منحنى او graphs relating the current flowing in the wire اللي هو ال I on the x axis. يبقى ال I ده كده على ال x axis and the potential difference across its terminals V on the y axis. Then from the graph find بقى الكلام ده كله. طيب أول حاجة محتاجين نرسم الجرافز واحدة واحدة بقى يا شباب. نرسم أول حاجة ال x axis وال y axis. ادي ال x axis
وادي الواي اكسس يا بطل. طيب بعد كده الاكس اكسس ماشي ازاي؟ 1 2 3 4 5 لحد ايه؟ لحد 6. تمام، فهتبدأ هنا طبعا ده الزيرو بوينت، تبدأ هنا 1 هنا 2 هنا 3. طيب احنا ممكن نوسعها اكتر، كل 3 مربعات ناخدهم ب1، يبقى ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5 ادي ايه ادي 6. جميل جدا. بعد كده هنا 2 4 6 هنمشيها برضو بنفس الايه بنفس الترتيب، يبقى 2 4 6. بعد كده عندك في ايه مش عارفين هي فين، اوكي مش مهم، خش على الرقم اللي بعده اللي هو 10. بعد ال 10 عندك 11، بعد كده 12. طبعا الفاليوز دي انت هترسمها بالظبط كده على الجريد بيبر اللي عندك، ولكن انا رسمها كده اللي هو بالتقريب يعني. طيب هنعمل ايه بعد كده؟ لازم نشوف بقى البوينتس دي كلها ونكونكت ونعمل لهم كونكشن مع بعض. It means بمعنى عند ال i equal 1 ال v equal 2، ال i equal 1 ال v equals 2، يبقى انت هنا. تمام، عند ال i equal 2 ال v equal 4. طيب نرجع تاني، عند ال i equal 2 ال v equal 4. لا المفروض ابقى قدام شوية، ماشي 3 6 3 6 ابقى هنا. بعد كده 5 10 بعد كده b 11. لا بي كده كده انا معرفش البي، فهخش على النقطة اللي بعدها 6 12. جميل، حطيت البوينتس بتاعتي. بعد ما تحط البوينتس بتاعتك ابدأ خد لاين بقى يمشي، او البيست فيت لاين. البيست فيت لاين يعني هو لاين بيعدي ما بين كل البوينتس دي كلها، فده طبعا اللي انا رسمته دلوقتي هو البيست فيت لاين. هنا بقى بيقول لك find the potential difference A and that causes current intensity 4 amps. يعني لما الكرنت ب 4 عايزك تعرف لي ال intensity sorry ال potential difference كان بكام، فانت هتعمل ايه؟ طبعا خلي بالك ال point 4 وحاجه دي احنا ما اوريدي ما رسمناهاش، ال point 4 وحاجه احنا ما رسمناهاش. طب نجيبها ازاي من على الجراف؟ ابدأ اطلع من عند الفور كده بي ستريت لاين لفوق، تمام، هيقطع الكيرف بتاعك في بوينت، هيقطع زي ما قلنا الكيرف بتاعك في بوينت. جميل، طيب من البوينت دي بقى تبدأ تمشي هوريزونتال كده، هتقابل على الواي اكسس هنا نمبر. النمبر ده كان ايكوال كام؟ بتوين ال 6 وال 10 هتلاقي 8، بتوين ال 6 وال 10 هتلاقي 8. يبقى كده value for A، يبقى ال A equal A equal 8 volts. جبتها منين؟ جبتها من على الجراف، ما جبتهاش من الجدول او من التيبل. دايما بنجيب ال values ال unknown دي من على الجراف. طبعا في طريقة تجيبها من على التيبل، بس الطريقة دي مش صح دايما. الطريقة دي صح دايما لو كان ال line ده straight line، ولكن لو ال line ده مش straight line فالطريقة تبقى غلط. طب ايه هي الطريقة يا مستر لو انا مكسل ارسم الجراف بس مش دايما صح؟ عشان بس ما حدش يستخدمها ويقول لي دايما صح. لا مش دايما صح، ان انت هتقول هتعتبر ان الفور خد اي يعني خد اي values على يمين الانون او على شمال الانون، يعني ليتس ان انت تاخد الفور دول، هتقول بقى بكل بساطة 4 تايمز 10 4 تايمز 10 ايكوال 5 تايمز ايه، وتحسب بقى دي. طبعا
5 هتديك 1، وتقسم هنا اوفر 5 هتديك 2، 2 4 هتديك ايه؟ 8. يبقى كده احنا صح. نفس الكلام ممكن تجيبها بالناحية التانية، خد ال 4 values دول بنفس الطريقة، هتقول ان 6 times 4 equal 3 times a، طبعا over 3 equal 1، ودي over 3 equal 2، 2 times 4 equal a equal 8 volts، هي هي تمام. ولكن الطريقة دي مش صح دايما غير لو عندك relation كانت straight line. طيب نرجع للمسألة بتاعتنا. تاني حاجة عايز ال current intensity be if the potential is 11، يعني هتيجي عند ال potential 11 بالشكل ده من هنا عند ال 11 هنا، وتمشي كده، تمشي horizontal لحد ما تقطع الكيرف بتاعك، بعد كده تنزل vertical، تنزل ايه؟ تنزل vertical لتحت. طيب أول ما تخبط في ال x axis يبقى هو ده ال current intensity عندك. طب ليه يا مستر بنعمل كده أصلا؟ ما هو انت اللاين ده كله، اللاين اللي هو الازرق ده، هو ناتج من التقاء الاكس مع الواي، الاكس اكسس مع الواي اكسس at some points. اوكي، يعني لما الاكس بكذا الواي ايكوال كذا، لما الاكس بكذا الواي ايكوال كذا، فانت جيفن الواي تقدر تعرف الاكس، جيفن الاكس تطلع تعرف الواي بكام. تمام، سهله يعني. فهتلاقي نفسك انت هنا قطعت between ال 5 وال 6، it means ان ال current intensity B كانت equal ايه؟ 5.5 amps. amps دي it means amperes يعني. طيب تقدر تعرفها ازاي؟ بنفس الطريقة، ممكن تاخد ال values دي وتحلها مع بعض، ال 4 values دول، هتقول 10 times p يبقى 10 p equal 11 times 5 اللي هي 55، divide both sides over 10، هتلاقي ان هنا الكومة كأن كان عندك كومة هنا كده، واتحركت to the left side by one ايه؟ by one move، فيبقى 5.5. خلصت على كده، جميل جدا. طيب يبقى كده حلينا number A، حلينا number B. تعالوا نحل number C. number C بيقول لك عايز ال resistance of the wire. طيب هي resistance equal ايه؟ الريزيستنس ايكوال دلتا في اوفر دلتا اي، بوتنشال ان فولتج اوفر او ديفايدد باي البوتنشال ان الكتريسيتي او الالكتريك كارنت. يعني من الاخر كده هو السلوب بتاع اللاين الازرق ده، السلوب بتاع اللاين الازرق. طيب السلوب ده تجيبه ازاي؟ خد دلتا واي اوفر دلتا اكس، دلتا واي اوفر دلتا اكس، يعني هتقول كده ان الار ايكوال، خد اي 2 بوينتس بقى، خد اي ايه؟ اي 2 بوينتس يعجبوك. ممكن تاخد مثلا البوينت الاخيره، ما هو ده ستريت لاين عادي، خد البوينتس الاخيره والبوينت الاولى، فيبقى دلتا واي ايكوال ايه؟ 12 ماينس 0، 12 ماينس 0. طب والاكس اكسس هيبقى 6 ماينس 0، انا باخد اخر 2 بوينتس، اخر بوينت والبوينت الاولاني، ده هيديك ايه؟ 2، يبقى 2 اومز. يبقى كده ريزيستنس طلعت 2 اومز. طيب في طريقه تانية يا مستر؟ ايوه في طريقه تانية. هو السلوب بيساوي ايه؟ السلوب ايكوال دلتا واي على دلتا اكس، او واي على اكس، يعني من الاخر كده هي واي اوفر اكس. طيب مش نقدر نقول ان السلوب هي ايكوال الواي لما الاكس ب 1؟ لو خلينا الاكس ب 1 يبقى السلوب ايكوال الواي على طول ولا لا؟ ايوه. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ تعال نشوف لما كانت الاكس ب 1، بص كده لما كانت الاكس ب 1 اطلع لفوق، خش كده شوف الواي اكسس بكام، هتلاقيه بكام؟ ب 2. يبقى هو ده السلوب بتاعك، يبقى السلوب هي الفاليو بتاعت واي ات اكس ايكوال 1. من الاخر تقدر تعملها برضو بالطريقه دي، بس الكلام ده امتى تستخدم الطريقه دي؟ لو كان ستريت لاين. تاني حاجه لو عندك الاكس عليها 1، لو الاكس ما عليهاش 1 مش تقدر تستخدم الميثود دي، لازم الاكس يبقى عندك ليها فاليو ب 1 تقدر تطلع تجيب الواي على طول بكام. يبقى هي دي السلوب بتاعك. يبقى كده حسبنا الريزيستنس بتاعت الايه؟ الريزيستنس بتاعت الواير.
طيب بعد كده عايز resistivity of the material. resistivity هتجيبها ازاي؟ من الرول. تعال نكتب الرول كده بتاع الريزيستنس. انت عارف ان الريزيستنس ايكوال الرو في ال على ايه، صح؟ يبقى الرو ايكوال ايه؟ لو انت عايز تحسب الرو هتضرب طبعا بقى كروس مالتيبليكيشن والديفايد والكلام ده كله. لو مش عايز تعمل الكلام ده وعايز طريقة مختصرة، ارجع للفيديو اللي انا كنت منزله اللي فيه البيزكس بتاعت الفيزيكس، اسمه اساسيات الفيزياء، هتلاقي فيه كل الحاجات دي انا شارحها بالتفصيل، الحاجات اللي انت محتاج تدرسها قبل ما تدرس ثانوية عامة، سوري ثانوية سواء عامة او لغات. اوكي طيب الرو من هنا هتساوي الار في الاي اوفر ال الريزيستنس في الاريا اوفر اللينس. عندك كل الفاليوز دي؟ ايوه عندك. الريزيستنس لسه حاسبينها ب 2، والاريا 0.1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، واللينس ب 2. اللينس بايه؟ ب 2 طبعا. ال 2 ممكن تكنسل ال 2 و 0.1 دي it means 10 باور نيجاتيف 1. 10 باور نيجاتيف 1 تايمز 10 باور نيجاتيف 4 it mean 10 باور نيجاتيف ايه 5. طيب اليونت بتاعت الريزيستيفيتي هي اوم متر، اوم دوت متر. اوكي طيب كده حلينا resistivity الحمد لله. تعال نخش اللي بعده، the electric conductivity of its material. كلنا عارفين ان الالكتريك conductivity هي عبارة عن 1 على الرو، او الرو باور نيجاتيف 1، يعني reciprocal اللي هو المعكوس الضربي او reciprocal، يعني 1 over 10 power negative 5. ده هيدي لك 10 power 5 10 power positive 5 ohm power negative 1 meter power negative 1. فاكرين لما كنت بقول لكم لو ده الباور هنا بوزيتيف هيطلع لك ده نيجاتيف، لو الباور هنا نيجاتيف هيطلع لك ده بوزيتيف، تمام؟ طيب كده حلينا الالكتريك كوندكتيفيتي، ولازم تطلع نمبر بالموجب، وفوق طبعا لازم يطلع نمبر صغير اقل من الزيرو. الريزيستيفيتي عادة بتبقى سمولر ذان زيرو، فبتبقى 10 باور نيجاتيف رقم كبير يعني، رقم بالنيجاتيف، انما الكوندكتيفيتي بتبقى رقم بوزيتيف اكبر من الزيرو بكتير. وبكده خلصنا السؤال ده يا شباب. Question number 3 بيقول لك write down the expressing relation and what does the slope means in the following graphs. طيب زي ما انت شايف ال y axis هنا عليه ال voltage، وال x axis عليه current و length و area. بيفكرك بايه الجزء اللي تحت ده؟ الجزء اللي تحت ده بيفكرك ب ال r اللي هي رو e ال over a. اوكي طيب ده ال R وفوق في ال V وفي current، هيفكرك بإيه كمان؟ بـ Ohm's law، يبقى ال V equal I R، صح كده؟ طيب طالما عندك V و current، voltage و current و resistance، يبقى Ohm's law. لو عندك length و area وحاجات زي كده يبقى عندك resistance، ohmic resistance. طيب مش نقدر ناخد ال R دي نسبستيوت هنا؟ أيوه، يبقى نقول إن ال V equal ال I، وال R كانت equal ايه؟ كانت equal الرو في ال L over ال area. جميل جميل. طيب عايزين بقى نشوف هنا السلوب ده equal ايه. طب هو السلوب ده اصلا عبارة عن ايه؟ دي طبعا ال expressing ايه، دي ال relation ايه. خلاص عملنا ال relation، عايزين نعرف السلوب بقى. السلوب هنا بكل بساطة هتقول ده divided by ده، يعني ال V في ال past فوق، وتحت في المقام هيبقى عندك ال I تايمز ال L اوفر ال area. يا ترى الاسلوب ده يساوي ايه؟ بص بقى على الريليشن بتاعتك. لو انت عملت ديفايديشن لل V ونزلت تحت ال I ونزلت ال L وال A كمان نقلتها الناحية التانية، يعني هتاخد ال I، هتاخد ال I تنزلها وتاخد ال L تنزلها، يبقى I L، وال A دي تديفايد عليها هنا وهنا، فانت اوريدي حذفتها من هنا وحذفت ال L وحذفت ال I، يبقى الكلام ده كده هيتبقى لك ايه؟ الرو اللي هي resistivity. يبقى الاسلوب هنا يديك resistivity على طول، تمام؟ I hope كده ان الانسر تكون واضحة.
question number 3 يا شباب بيقول لك in the illustrated circuit if the reading of the ammeter is 3 amperes يعني ال current intensity اللي هنا is 3 amps طبعا ال السويتش مقفول يبقى عندك 3 amps الفولتميتر V1 reading 18 فولتس والفولتميتر V2 is reading 12 فولتس طيب يبقى كده خلي بالكوا في بوينت معينة هنا مهمة جدا الإرث الفولتج بتاعها بزيرو طيب هو ال V1 قاري 18 فولتس يعني ايه 18 فولتس؟ يعني النقطة دي الفولت بتاعها او الفولتج بتاعها 18 لان الفولتميتر بيقرا الديفرنس يعني ايه الديفرنس يعني البوينت دي اعلى من دي بقد ايه فطالما الارث بزيرو يبقى اللي فوق كانت ب 18 طب هنا الارث بزيرو يبقى دي بكام ب 12 يبقى البوينت دي 12 والبوينت دي ايه 18 جميل كده جميل تعالوا بقى نكمل نشوف هو عايز ايه اصلا بيقول لك then the reading of the voltmeter V عايز الفولتميتر ده عايز الريدنج بتاعته طب هو الفولتميتر ده هيقرأ ايه الريدنج بتاعته هتبقى الديفرنس بتوين الفولت على يمينه ناقص اللي على شماله او العكس يعني مش هتفرق كده كده سواء موجب او سالب طيب الفولتميتر ده هيقرأ قد ايه عندك الفولتج هنا ب 12 والفولتج هنا ب 18 هو هيقرأ ايه هيقرأ الديفرنس هتقول 18 ماينس 12 هيديك كام 18 ماينس 12 هيديك 6 فولتس صح كده هيديك كام 6 فولتس طيب يبقى انت كده الفولتج بتاعك ب 6 ايه 6 فولتس تاني حاجة بيقول لك and from Ohm's law احسب لي الريزيستنس الفاليو بتاعتها بقد ايه طيب احنا دلوقتي قلنا ان الفولتج هيقرأ 6 فولتس وهو مديك ال current intensity ب 3 amps يعني ال current intensity equal 3 amps طيب لو انت عايز تحسب resistance من ohm's law ohm's law بيقول لك ايه بيقول لك ان resistance equal ال voltage على ال current طيب اعمل substitution بقى ال voltage بكام 6 volts وال current ب 3 amps 6 over 3 is equal to a 2 ohms وبكده يبقى حلينا السؤال easy problem last question يا شباب question number 4 بيقول لك هنا a wire of length L is 20 meters long يعني ال length ب 20 meters long and the uniform cross sectional area ال area هنا 0.2 بس خلي بالك من اليونتس دايما بص على اليونتس في الفيزيكس لان دي اللي ممكن تطلع لك الانسرز غلط 0.2 سنتيمتر سكويرد هل احنا بنشتغل بسنتيمتر سكويرد؟ لا بنشتغل بالمتر سكويرد طب تعمل ايه عشان تعمل conversion of units؟ هتقول multiplied by 10 power negative ايه power negative 4 ليه power negative 4 لان انت بتحول من سنتيمتر لمتر مرتين ما هي بص انت عندك سنتيمتر دوت سنتيمتر هتحولها لمتر دوت متر من سنتيمتر لمتر اصلا من سنتيمتر واحده لمتر واحده هتقول 10 power negative 2 طب والسنتيمتر لمتر الثانيه 10 power negative 2 ولما تيجي تعمل multiplication وتلاقي ال 10 باور باور نمبر في 10 باور نمبر بتجمع النمبرز دي او بتجمع الباورز يبقى 10 باور نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 يبقى نيجاتيف 4 على خطوه واحده اهي اي هوب ان انتوا تبقوا فهمتوا الكونفرجن ده سريعا يعني اوكي فكده احنا خلصنا الكونفرجن هنا هيبقى متر سكوير بيقول لك was connected in series with the DC source and an ammeter يعني متوصل مع DC source DC it means direct current direct A direct current the potential difference across its terminals was measured by voltmeter it was 1.2 volts يعني الفولتميتر كان بيقرأ 1.2 volts If the current intensity passing through the wire يعني ال intensity current equals 3 amps calculate the electric resistivity of its material طيب بالراحة انت عايز resistivity صح اكتب اللو بتاعك
هتقول اول حاجه ان الار ايكوال الرو في اللينس على الاريا. من هنا تقدر تقول ان الريزيستيفيتي ايكوال الار في الايه اوفر اللينس. ممكن تروح تحسب الار وبعد كده ترجع تعمل سبستيوت، او تفك الار لفي على اي، عشان انت عندك من اومز لو ان ريزيستنس ايكوال الفولتج على الكرنت. ايوه، شيل الار وحط فولتج على الكرنت، ادي فولتج وادي الكرنت، وهنا عندك اريا وهنا عندك لينس. اعمل سبستيوشن بقى، الفي هتبقى 1.2 تايمز الاريا 0.2 تمبر نيجاتيف 4، والاي ايكوال 3 امس تايمز اللينس اللي هو ايه اللي هو 20. هتدخل النمبرز دي كلها كده على الكالكوليتر بتاعتك، في الاخر هيديك 4 تايمز 10 باور نيجاتيف 7. طبعا هنا انا بحسب الريزيستيفيتي، فهتبقى اوم متر بس. وبكده يا شباب يبقى خلصنا الاكسرسايزز اللي معانا على اومز لو وريزيستنس. فبتمنى تكون استفدتوا من الليكتشر بتاعت النهارده. يا ريت يا شباب ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للشانل. لو حد عنده اي سؤال ممكن يسيبولي في الكومنتس وهرد عليه ان شاء الله. مع السلامة، اشوفكم في فيديو جديد.